طيب، حصلت حاجة الليلة برضو مهمة جدا في مشروع حصار السودان. طلع المدثر حبيبنا كتب الطيران الليلة، قال في جسم مضيء في السودان. قلنا له الجسم بودي الجسم ده، جسم منو اللي بينور ده؟ ها؟ جسم منو يا صاحبي اللي بينور ده؟ قال في جسم مضيء في السودان، احنا وقفنا رحلاتنا. طبعا دي العملية بتاع شنو؟ تمهيد لحصار السودان وحظر الطيران. وقع الجسم ده، لقاهم وين؟ لقاهم في الحدود الاقليميه بتاعت المياه بتاعت البحر الاحمر. هم مع بور السودان بيجوا ماشيين على الحدود وماشيين على اوروبا كده، داخلين على مصر وقاطعين ماشيين فوق. جو على بور السودان هناك، شافوا لنا حاجه منوره. طوال الخطوط الفرنسيه لغت رحلتها، رجعت وقفت كل الرحلات العابره للحدود السودانيه. ده ماشي في المشروع بتاع شنو؟ تمهيد لشنو؟ انهم يحظروا الطيران في السودان. عرفت اللعبه بتاعت الفرنسيين؟ الجسم ده انتوا عارفين شنو؟ الجسم ده وكالات الانباء العالميه والناس عملوا فيه تحقيق. اسمع التحقيق اللي جابه طلع المدثر، قال لك على خلفيه قرار الخطوط الفرنسيه بتعليق رحلاتها فوق البحر الاحمر للاشتباه في وجود جسم مضيء فوق السودان، لم يكن جسما مضيئا فوق السودان. اكتب الكلام ده عندك يا واد يا دراكولا. كان صاروخا يا فرنسا، مرشح رئاسي من مدشغر، كان على متن الرحله الرقم 934. مرشح رئاسي ما زول هين، من مدشغر راكب في الرحله دي، جابوا رقم الرحله اسمها 934، يكشف عبر حسابه التفاصيل ويقول: كان امامنا طائره مرت بالصاروخ ولم يتم اسقاطها، وهذا هو سبب عودتنا الى فرنسا، والطائره التي مر بها الصاروخ كانت في الاجواء السودانيه، كانت الرحله رقم اي اف 934 التابعه للخطوط الجويه الفرنسيه، قد غادرت مطار شارل ديغول في باريس في تمام الساعه 10:45 بتوقيت وسط اوروبا الصيفي الى انتانانتراجيو عاصمه مدغشقر واكبر مدنها. هبطت الرحله رقم كده في مطار شارل ديغول باريس على المدرج 08R بعد حوالي 7 ساعات من الاقلاع، كما عادت الرحله الخطوط الفرنسيه رقم كده اي اف 814 متجهه الى نيروبي الى مطار شارل ديغول في باريس على نفس مسار الرحله. كاجراء احترازي غررت الخطوط الفرنسيه تحليق الرحلات فوق البحر الاحمر حتى شهر اخر. الحوثي فك له صاروخ في البحر الاحمر، مش قال البحر الاحمر ده لا تجيب الجوله تجيب البحر، قالوا ده السودان. احنا عندنا صواريخ مضيئه في بورسلان نفكها في منه؟ نفكها في منو؟ صاروخ يجي ماشي كده قاطع عابر ماشي في نفس الخط بتاع الطيران ده، نفكه في اتو دوله؟ احنا فرنسا عارف الكلام، لكن دارين يعملوا ريكورد. طوال كتبوا في قناه الحدث جسم مضيء في السودان، الطيران الفرنسي يلغي رحلاته طوال بدون اي مقدمات. طيب العمليه دي عشان تتهم فيها السودان المفروض يحصل شنو يا اخوان؟ يا وحيد انت زولك عندك رغبه تبقى طيار، انت سايق طياره جد في الحدود السودانيه وماشي، مش لما تيجي داخل الحدود السودانيه بتعمل شنو؟ بتطلب الاذن بالعبور صح؟ كويس. لما تيجي تطلب الاذن بتاع العبور في دوله بيدوك الاذن ده رقم بيقول لك ايا اعبر. مسافه انت تعبر الحدود السودانيه بتكون في اتصال مع برج الاتصالات اللي ياتوا الفرنسي لا السوداني، يعني الطياره دي لما تيجي ماشيه في حدودنا دي حقتنا احنا، احنا اللي بنحركها. تمام. طيب فرنسا لما طلعت قرار قالت ترجع الرحله، هل رجعت للخطوط الجويه لاداره الطيران المدني السوداني؟ هل اخطرتنا ولا مش قالت بس جسم مضيء وجرو؟ ممكن نقول لهم دي العاب ناريه، ممكن نقول لهم دي حفره بتاعت اداشي ولعت طلعت نار، حفره بتاعت اداشي كبيره عاديه. هل اخذت الاذن بتاع الخروج من الحدود السودانيه وقلت انا حاعمل يوتيرن وارجع؟ كلمت القاعده بتاعتنا الجويه قلت لهم يا اخوانا انا شفت حاجه ولا بلغتنا؟ اديتنا تفاصيل الحاجه لقيتك وين؟ السرعه حقتها في الرادار حقنا بتكون ظهرت. انت اتكلمت معانا؟ اديتنا تفاصيل؟ فرنسا فرنسا طوال جرت لقناه الحدث، الطياره لسه ما نزلت، ضربوا طوال التليفون لتسابيح، ها تسابيح؟ ها في حاجه منظور منوره؟ ها ها منوره في بورسلان؟ ده شنو ده تسابيح؟ لومبي فاسكو دي جاما بالفرنسي يعني. قال له ما عارف حاجه منوره هو كرروك. طب تسابيح طوال كتبوا عاجل جسم مضيء في السودان. يا اخوانا جسم مضيء ده كيف؟ المضيء ده كيف؟ ده شنو اللي بيضوي؟ يا صاروخ ممكن يضوي كده، احنا نمسك بالتحقيق ما نعمل لجنه التحقيق، بنتصل ب رئاسه الطيران او هيئه الطيران المدني العالمي الدولي اللي اسمها دي او او دي حاجه، انا الا زال سعد بابيكر كابتننا. عملتوا الاجراء ده؟ لا. اتواصلتوا مع الحكومه السودانيه؟ لا. اتواصلتوا مع الطيران المدني السوداني؟ لا.
تواصلتوا مع الطيران العسكري السوداني؟ لا. تواصلتوا مع القواعد البحرية السودانية؟ لا. تواصلتوا مع حكومة بورسودان؟ لا. تواصلت مع البورد بتاع الاتصالات اللي كان سايقك من بداية الحدود السودانية لحد ما يسلمك الحدود المصرية؟ تواصلت معاه ولا استعجل الطيارة طوالي؟ يشاء القدير عز وجل انه يكون راكب في الطياره دي مرشح رئاسي، زول عنده كلمه، مش قال جاء مار فينا صاروخ ومعاه طياره كانت سكوة وقضت تسقط. ده فضح كمان الدوله الثانيه اللي عندها طيران اللي بترمي صواريخ بتاعت الحوثي. قال الطياره جات ماشيه مع الصاروخ ده كده زووو، قال في طياره كمان. طوالي فرنسا قالت الحدود واحنا علقناها لاجل غير مسمى، السودان غير امن. هو طياره الرئيس بتقوم، قامت طياره الرئيس ذاته شنو حدود وما حدود وغير امن؟ طياره الرئيس ذاته قامت الليله في شنو؟ طيارة الرئيس ذاتها قامت في شنو؟ عشان تعرف المؤامرة اللي بيحيكوها الناس ديل علينا. وأنا مشيت شفت القانون بتاع الطيران الدولي، قريته الليلة سبحان الله بعد الحادثة دي مشيت قريته، وقريت الإجراءات الاحترازية، وقريت إنه الكابتن المفروض يعمل شنو، والدولة اللي عبرت فيها الطيارة المفروض تعمل شنو، والدولة اللي أطلقت الصاروخ العقوبات المفروض تقع عليها شنو، ومنو المسؤول من التحقيق وإصدار الكلام ده. احنا الصاروخ عابر في المياه الاغليمية، احنا فاتحين 8 دول في البحر الاحمر، خلت اليمن وخلت اريتريا وخلت اثيوبيا وخلت مصر وخلت الاردن، جات قالت السودان. ده مس استهداف واضح، مياه اغليمية حايمة فيها الاسطول الامريكي الخامس قصاد جدة، ما سألتهم، جا سألتنا احنا ديل. ده مش استهداف واضح يا اخواننا حاجة، ده مس استهداف واضح للسودان؟ ده مش الخط الماشي فيه تيسير الفكي مصطفى اللي قالت انا كانت خطتي هي حظر الطيران؟ ده مش الخط الماشي فيه خالد السليك امبارح انه دارين نحظر الطيران؟ ده مش الخط الماشي فيه المنظمه بتاعت الامارات حظر الطيران؟ نصر الله القوات المسلحه وحفظ الله السودان. اقسم بالله مؤامره كربه كربه جد، لكن الله عز وجل محصن البلد دي، والبلد دي مربطه ومكربه وما بتجيها وجه باذن الله. وفي مجال الطيران اول حاجه بنحيي شركه تاركو، مشهد عمرت مطر دنقله، جايبين معدات واليات بتاعت مناوله ارضيه اقل حاجه فيها موديل 2023، كرينات سلالم، يتعاملوا مع المطار ده باحدث ما توصلت اليه معدات المناوله الارضيه، من مخازن، من سيور، من اليات اللي بتستقبل الاغاثه، بتنزل الاغاثه، واحد. اثنين، الولايه الشماليه اغلب ابناء كلهم مغتربين. ثاني، اذا اخواننا رحلتكم من جده دونقوله، الناس الدار ترجع ان شاء الله عمليه العوده للمناطق الآمنة بفضل الله عز وجل، والقوات المسلحة حتنزل تاني في مطار دونقولة، خطوط حتكون مباشرة إن شاء الله تتفتح خطوط. حسي لو خشيت المواقع العالمية بتاعت المطارات حتلقي اسم مطار دونقولة نزل فيها. تخفيف على الضغط على مطار بورسودان، والدار يسافر رحلات دولية، إذا ما فتحت من مطار دونقولة حتى الآن أنت بتركب من دونقولة ساعة وعشر دقائق بتكون في بورسودان. الرحلة من دونقولة لحد بورسودان ماشي ولا جاي بتكلفك يومين وخمسة ساعات واحيانا 10 ساعات بس من دنقل لحد ما تصل بورسودان. ده غير انك تفتش اقامه وفندق وتنتظر في المطار تتلطع لحد ما تنتظر طيارتك تسافر بها السعوديه ولا تمشي قطر ولا تمشي الكويت. هسه الكلام ده ما في تاني، من دنقل طوالي رحلتك مباشره مطار بورسودان، تنتظر طيارتك تسافر، تمشي تركيا، تمشي الصين، تمشي اندونيسيا. فده انجاز كبير حقيقه في خط اعمار البلد دي واعاده اعماره، هتسهل على الناس الحاجه دي. فاحنا من هنا بنحيي شركه تاركو وبنقول لهم والله وقفتكم دي كبيره جدا، وبكره باذن الله بمساعده شركه تاركو واخونا اشرف الكاردينال هندشن شغل كبير جدا لبحري، والشغل ده باذن الله مستهدف اقل حاجه 2 مليون مواطن. احنا من هنا بنحيي القياده العسكريه في مدينه ومنطقه بحري العسكريه، سيادته النعمان وكل الطاقم واركان الحرب. ان شاء الله بكره السيد الوالي يعني مع الشباب ديل هيدشن العمليه دي، وهي الطاقة الشمسية اللي هي هتكون للآبار بتاعت الموية وللمراكز الصحية وأدوية كبيرة جدا وكمية من الأدوية. بنشكر فيها الليلة برضو دكتورة فاطمة ساعدتنا في موضوع الأنسولين لمستشفى النو، بنشكر فيها دلال، بنشكر فيها إسلام، بنشكر فيها دراكولا، وقفوا في الحاجة دي. بكرة إن شاء الله برضو هشوفوا الشباب ديل برضو الأدوية، وحيد وإسلام ومحمد عمر، الناس كلها واقفة ومتحركة بإذن الله، وهتكون العملية حقت بحر دي انجاز برضه كبير في عمليه الاعمار. واهلنا في الجزيره في مبادره اسمها مبادره الانصرافي واهل امدرمان، احنا جهزنا مدارس ان شاء الله للناس اللي في نزحوا من ولايه الجزيره وتحركت عليهم عربات
متكفلين بالمسألة دي تماما. إن شاء الله يوم أو يومين هيصلوا، هيلقوا أحسن حتات يستقروا فيها، وجيشنا بيجاي شغال في الجزيرة، وجيشنا شغال إن شاء الله في إعادة بيوتنا وإعادة مناطقنا، بنخفف الضغط على القوات المسلحة لأنه كلنا جنود في الميدان. إحنا بنحارب سياسيا، بنحارب داخليا، بنحارب في الإعمار، كل الناس دي واقفة إن شاء الله، والبلد دي بترجع، والبلد دي بتجيف، والناس تطمئن بإذن الله، ما بتجيكم أي عوجة. هي حرب عندها ثمن، الناس بتدفعه. في التغييرات اللي قام بها البرهان الآن في مسألة الإعلام، في حاجة مهمة جدا الناس تاخذ الإشارة فيها في موضوع الإعلام ده. المسألة بتاعت إنه تغيير الإعلام، الوزير البرهان الآن خطاب الدولة هيتغير، وخطاب المصادمة هيتغير، والخطاب اللي كان فيه مراعاه والله لا لا احنا هيشهد السودان في المرحله القادمه صدام واضح. احنا من هنا بنقول لياسر عطا دورك جاي، وبنقول لكباشي دورك جاي، وبنقول لابراهيم جابر خارجيا دورك جاي، الناس تعيد حساباتها وطريقه مخاطبتها، تفك اللجام لوزير الخارجيه، تفك اللجام لوزير الاعلام، تفك اللجام لقناه التلفزيون السوداني، تفك اللجام للصحافه السودانيه. خلونا نصادم بعد ده، خلونا نواجه بعد ده. واحنا من هنا عندنا مشكلة في متحركات الغربية في الجزيرة. يا أمنا إيمان خليفة، إيمان خليفة قبل شوية، عندنا مشكلة في المتحركات الغربية دي، عشان كده احنا ما قادرين نخش مدني. عندنا ناس بالاسم حنقوله لك حسي. عندنا واحد اسمه عادل العربي مقدم في جهاز الأمن، وعندنا شكيني برائد يتبع للمهام الخاصة، دارين يفرتقوا القوة بتاعت العمل الخاص في الغربية لشنو الله أعلم. هسه أنا قلت أسماءهم، وأنا بجي زول مقاتل يعني داخل عديل، بعدين حنشوف إذا أنتوا تواصلتوا في الحاجة دي. أنا بجي بملك الجمهور ده القصة بتاعت الحاجة دي بادية من رمضان عام الأول، اللي حصل شنو والتفاصيل شنو. خلوا القوة دي في حالة واحد. المتحركات بتاعت المهندسين المفروض تمشي تلاقي القيادة العامة، الشغل بتاعها ده حسي واقف، لكن الآن في تحركات هسه شايفين المجرم مولع. ان شاء الله نستبشر خير في الساعات القادمه دي، نسمع بشاره كبيره، ولازم نسمع بشاره كبيره. التعطيل اللي بيحصل في المتحركات دي والناس جاهزه، احنا هنجي نقول فلان الفلاني مقصر. احنا كانت خطتنا انه جيش المهندسين يلاقي القياده العامه، الموضوع ده هسه واقف له شهر. لا الجيش داير يتحرك، لا ياسر العطا داير يتحرك، لا كباش داير يتحرك، لا برهان داير يتحرك. الساعات الجايه دي الموضوع ده بيبقى مصادمه بينه وبين الجيش، في حتات الجيش فيها ناقصه سلاح، ناقص عتاد، في حتات الحاجات كامله الناس ما قدرت تمشي ولا في وكاده حاصله، فالوكاده دي احنا بنجي الزول ما قدر يستخدم وصلنا الكاك يمشي بيته.